وبالعودة إلى التطورات في اليمن وأبو ظبي، ينضم إلينا الصحفي اليمني محمد الأحمري. سيد محمد، ما حقيقة الغارات والضربات التي وجهت إلى مطار أبو ظبي؟ الحوثيون أعلنوا استهداف المطار، فيما أبو ظبي نفت كل هذا الأمر وقالت بأنها حوادث اعتيادية تسببت فيها مركبة داخل المطار. ما حقيقة هذه الأنباء؟ في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا أحد يمكن أن يجزم بصحة مزاعم الحوثيين باستهداف مطار أبو ظبي في الإمارات بواسطة طائرات مسيرة، لكن في نفس الوقت من غير المستبعد أن تكون ميليشيا الحوثيين قد استغلت ارتباك التحالف العربي في اليمن وخروجه عن أهداف استعادة الدولة اليمنية بتطوير قدراتها العسكرية، كما لاحظنا من خلال تطوير الصواريخ الباليستية التي أطلقتها على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي السعودية، وأيضا استهداف حتى بما في ذلك أيضا تطوير قدرات عسكرية لاستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وبالتالي أعتقد أن مسألة مدى إمكانية أن تصل طائرات مسيرة بتطوير قدرات محلية في اليمن على أيدي ميليشيات الحوثيين وربما بخبرات أيضا إيرانية يحتاج إلى يعني خبراء عسكريين لتحليل ما إذا كان بالفعل بإمكان ميليشيات الحوثيين القيام بمثل هذه الهجمات. لكن أنت تستبعد أن تكون هذه الصواريخ قادرة في الإمكانيات الحالية أن تصيب أو تصل إلى الأراضي الإماراتية، صحيح؟ يعني لا أستبعد، ولكن أيضا يبدو يعني لا أستبعد، ولكن لا أستطيع أن أؤكد أن بإمكانية بمقدور الميليشيا الحوثية الوصول إلى يعني لكن فيما يتعلق نعم فيما يتعلق الآن بتصريحات قائد فيلق القدس يعني قاسم سليماني عندما قال بأن البحر الأحمر لم يعد آمنا أمام البوارج الأمريكية وحلفائها، هل تعتقد بالفعل بأنه التصريحات الإيرانية جادة في هذه التهديدات أم أنها فقط للاستهلاك الإعلامي؟ أعتقد أنها جادة منذ سيطرة الميليشيا الحوثية في الحقيقة على مقاليد السلطة في اليمن بواسطة الانقلاب، وللأسف كان أيضا بدعم أو على الأقل يعني غض طرف إقليمي، كانت المياه الإقليمية الدولية يعني وخطوط الملاحة الدولية أيضا في خطر. الميليشيا الحوثية طالما هي سلطة أمر واقع في اليمن فإن الوضع الإقليمي الأمن والاستقرار في مهب الريح، وبالتالي خطوط الملاحة الدولية أيضا في البحر الأحمر معرضة بشكل دائم منذ عدة أشهر لهجمات متوالية للميليشيا الحوثية سواء بواسطة قوارب مفخخة أو بواسطة صواريخ أو حتى ألغام بحرية. واليوم من الواضح أيضا أن الميليشيا الحوثية هي مجرد ذراع لإيران في البنطقة. وضحت هذه الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي اليمني محمد الأحمري، شكرا جزيلا لك.